ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا هلا بيكم في قناتنا. النهارده هنتكلم عن موضوع شاغل بالناس كتير اليومين دول، انفصال ريم وبربري المفاجئ. هنقولكم علي 6 نصايح مهمه تساعدكم تتخطوا مرحله الطلاق، مستوحاه من رحلتهم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. أول نصيحة وأهم حاجة هي الاعتناء بالنفس. عارفة إن الموضوع سهل، بس صدقوني صعب قوي، وخصوصاً في وقت زي ده. طبيعي بعد الانفصال إننا نحس بالحزن والوحدة ويمكن كمان الغضب. علشان نتعامل مع المشاعر دي لازم ندي لنفسنا وقت نسترخي فيه ونعمل الحاجات اللي بنحبها. افتكروا الحاجات اللي كانت بتفرحكم قبل الانفصال وأبدأوا تعملوها تاني. بتحبوا القراية؟ الرسم؟ الرياضة؟ مهما كانت هوايتكم خصصولها وقت كل يوم. الاعتناء بالنفس معناه كمان الاهتمام بصحتنا، يعني نلعب رياضة بانتظام، ناكل أكل صحي وننام كويس. ممكن يكون الكلام ده بسيط بس هيفرق كتير في نفسيتكم وطاقتكم. كمان جربوا التأمل أو الكتابة في دفتر يومياتكم، دي حاجات بتساعد على ترتيب الأفكار وتخفيف التوتر. ما تنسوش تتواصلوا مع الأصدقاء والعائلة. الدعم الاجتماعي مهم جداً في الأوقات الصعبة. لو حسيتوا إنكم محتاجين مساعدة إضافية، ما تترددوش في زيارة طبيب نفسي أو قراءة كتب عن الصحة النفسية. الاعتناء بالنفس مش بس رفاهية، ده ضرورة. كل خطوة صغيرة بتاخدوها في الاتجاه ده هتساعدكم على الشعور بالتحسن. افتكروا دايماً إنكم تستحقوا السعادة والراحة. خذوا وقتكم واعتنوا بنفسكم. في النهاية، الاعتناء بالنفس هو رحلة مستمرة. استمتعوا بكل لحظة فيها. تاني نصيحة هي متتكسفوش تطلبوا المساعدة من اللي حواليكم. الدعم من الأصدقاء والعائلة مهم جداً في الأوقات الصعبة. ممكن تحسوا إنكم عايزين تبعدوا عن الدنيا، بس افتكروا إنكم مش لوحدكم. في ناس حواليكم مستعدين يسمعوا لكم ويدعموكم. كلموا صحابكم وأهلكم واحكوا لهم على اللي جواكم. الفضفضة بتساعد على تخفيف الضغط النفسي. وجود ناس بتحبكم وبتسمعكم هيخفف عنكم كتير. الدعم العاطفي من الناس اللي بتحبوهم بيعمل فرق كبير. ممكن كمان تدوروا على مجموعات دعم خاصة باللي مروا بتجربة طلاق. المجموعات دي بتوفر بيئة آمنة لمشاركة التجارب. هتلاقوا في المجموعات دي ناس مروا بتجارب شبهكم وهيفهموا اللي بتمروا بيه. المشاركة بتساعد على الشعور بالانتماء. لما تحكوا تجربكم مع غيركم وتاخدوا نصايح منهم هتشعروا بالدفيء والدعم. النصايح من الناس اللي مروا بنفس التجربة بتكون مفيدة جداً. افتكروا إن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، وبنحتاج لبعض عشان نحس بالسعادة والرضا. التواصل مع الآخرين بيزيد من شعورنا بالأمان والراحة. ثالث نصيحة هي حددوا أهداف جديدة لنفسكم. ممكن يكون الكلام ده غريب، بس الطلاق فرصة للبداية من جديد وتحقيق أحلام جديدة. فكروا في الحاجات اللي كان نفسكم تعملوها بس ما قدرتوش قبل كده. نفسكم تتعلموا لغة جديدة، تسافروا حوالين العالم، تغيروا شغلكم. دلوقتي الوقت المناسب. اكتبوا قائمة بأهدافكم وحددوا خطوات عشان تحققوها. متخافوش من الأحلام الكبيرة، وافتكروا إن كل حاجة ممكنة لو حطيتوها قدام عينكم واجتهدتوا عشانها. رابع نصيحة، عززوا ثقتكم بنفسكم. ممكن تحسوا إن ثقتكم بنفسكم قلت بعد الانفصال، وده طبيعي، بس افتكروا إنكم أشخاص أقوياء وقادرين تعدوا المرحلة دي. ابدأوا حققوا إنجازات صغيرة كل يوم مهما كانت بسيطة. العبوا رياضة، اتعلموا حاجة جديدة، اقرأوا كتاب، أو حتى اعملوا حاجة تطوعية. كل خطوة صغيرة بتاخدوها ناحية هدفكم هتساعدكم تعززوا ثقتكم بنفسكم. وافتكروا إنكم مش محتاجين ترضوا حد، المهم تكونوا راضيين عن نفسكم. خامس نصيحة،
مترددوش تطلبوا مساعدة من حد متخصص لو حسيتوا إنكم محتاجين كده. ممكن يكون صعب إنكم تتعاملوا مع مشاعر الحزن والغضب والوحدة لوحدكم. دكتور نفسي يقدر يساعدكم تفهموا مشاعركم وتلاقوا طرق صحية تتعاملوا بيها معاها. متكسفوش تطلبوا مساعدة. العلاج النفسي مش عيب، بالعكس دي خطوة شجاعة ناحية حياة أحسن. افتكروا إن الصحة النفسية زي الصحة الجسدية بالضبط، ولازم نهتم بيها بنفس القدر. سادس نصيحة وآخر نصيحة، استغل وقتكم الشخصي صح. الوقت الشخصي هو فرصة ذهبية لتجديد الطاقة واستعادة التوازن. لو عندكم أولاد، استغلوا الوقت اللي بيكونوا فيه مع الطرف الثاني وإنكم تركزوا على نفسكم وتطوروا من نفسكم. اشتركوا في دورة تدريبية، اتعلموا لغة جديدة، مارسوا هواية بتحبوها، أو حتى جربوا شيء جديد لم تجربوه من قبل، أو حتى خصصوا وقت للقراءة والاسترخاء. القراءة تفتح آفاق جديدة وتساعد على الهروب من ضغوط الحياة اليومية. الاسترخاء يمكن أن يكون بسيطاً مثل الجلوس في مكان هادئ مع كوب من القهوة. لما تستغلوا وقتكم الشخصي بطريقة إيجابية، ده هيساعدكم تحسوا بالسعادة والإنتاجية، وده بينعكس على كل جوانب حياتكم. ممارسة اليوغا أو التأمل يمكن أن تكون وسيلة رائعة لتصفية الذهن، وهيديكم شعور بالسيطرة على حياتكم. تنظيم المكتب أو كتابة اليوميات يمكن أن يساعد في ترتيب الأفكار وتحقيق الأهداف. افتكروا إنكم مش مضطرين تقضوا كل دقيقة في يومكم في رعاية اللي حواليكم. من المهم أن توازنوا بين العناية بالآخرين والعناية بأنفسكم. وعندكم الحق إنكم تخصصوا وقت لنفسكم، سواء كان ذلك من خلال ممارسة هواية مثل الرسم أو الجلوس في مقهى بمفردكم أو الاسترخاء في حمام دافئ مع الشموع. الوقت الشخصي هو استثمار في صحتكم النفسية والجسدية. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. نتمنى تكون النصايح دي فادتكم وساعدتكم تفهموا إزاي تتخطوا مرحلة الطلاق. افتكروا إن الموضوع محتاج وقت، وعادي تحسوا بالحزن أو الضياع أوقات. المهم إنكم تكملوا وتبصوا قدام وتركزوا على بناء حياة جديدة وسعيدة. شاركونا بتعليقاتكم وأفكاركم، ومتنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشاركوا مع أصحابكم. مع السلامة، ونشوفكم في فيديو جديد قريب.